بمعقله ببلوغ استضاف اتحاد العاصمة النصر حسين داي في درب عاصم مثير لحساب الجولة الثامنة من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس النصرية الساعية لتأكيد فوز الجولة الماضية أمام شباب بلوزداد والاتحاد لمحو آثار تعطل الجولة الماضية أمام المولودية الوهرانية. هذه المباراة لم ترقى للمستوى المطلوب في مرحلتها الأولى ما عدا الاندفاع البدني الكبير الذي ميزها والتدخلات الخشنة من كلا الطرفين، ولم يفلح بليلي الذي كان الأخطر من جانب الاتحاد في التسجيل لتنتهي المرحلة الأولى كما بدأت. المرحلة الثانية شهدت استفاقة أشبال فيلود الذين أهدروا أول فرصة عن طريق بليلي في الدقيقة 48، لكن براعة غانم حالت دون افتتاح مجال التهديف لتذهب الكرة لأندريا الذي سدد خارج الإطار. النصرية ومن هجمة مرتدة سريعة كادت أن تباغت أصحاب الأرض وتزيد من معاناتهم، لكن الحظ عاند أزناجي الذي ارتطمت كرته بالقائم في الدقيقة 49. أشبال فيلود الذين كانوا يبحثون عن انتصار يعيد لهم الاستقرار حاولوا بشتى الطرق، لكن لكرة بن موسى من مخالفة مباشرة في الدقيقة 54 ولرأسية البديل ناجي في الدقيقة 71 أرادت زيارة شباك غنم التي بقيت عصية على أصحاب الأرض. الربع ساعة الأخير وأمام غضب الأنصار وحيرة فيلود الذي لم يفهم ما يحدث لفريقه ورأسية شفعي في كل الاتجاهات ما عدا الشباك التي بقيت نظيفة كما بدأت، لتتأجل عودة الاتحاد إلى سكة الانتصارات التي أدارت ظهرها لأصحاب لقب الموسم الماضي، ويواصل أشبال أي جودي استفاقتهم بعدم انهزامهم في ثالث الدرب على التوالي. بعد نهاية الدرب العاصمي كانت هذه التصريحات من جانب الحمد لله، يعني نقطة خير من والو، والفريق تاعنا اليوم قدم مردود كبير والحمد لله راح يعاوننا الباقي المباريات اللي راهم جايين ان شاء الله. احنا كلنا نستناو 3 الحمد لله جات ان بوا تساعدنا بور لا سويت، كما يقول لك هذه المقابلات اللي راهم جايين باش نبريباريوهم مليح مليح. فارق كبير يعني اتحاد العاصمه اليوم اللي واجهناه، يعني رغم انه الكل يقول يشكك في قدراته، ولكن أظن أبان عن قدرات الفريق تاعنا. في الشوط الأول كان أحسن، كان أقرب إلى تسجيل، لعبنا حوالي 20 دقيقة الأولى في مرمى وين سواء زناجة ويحدى حتى بن يحيى كانوا قادرين يسجلوا. عموما نظن أن احنا نتيجة الأسبوع الماضي خلتنا يعني شوية مرتاحين. هذا الأسبوع هذا تعادل ضد اتحاد العاصمة كما قلت بطعم الفوز، نتمنى أن إن شاء الله الفريق يزيد يتحسن ويزيد هذيك الهدف هذاك نجيبوه باش الفريق ينتفض نهائيا. أما لاعبو الاتحاد فواصلوا عدم التصريح لوسائل الإعلام وناب عنهم الرئيس. لا غالب الحظ ماهوش معنا ونا راتي بوكو دوكازيون مي سكي افوسي تو سا سي لاربيتراج. جو ريفيان توجور سو لاربيتراج هذا دوبي سي ديرني طون اون كومبان داربيتر اسمو دو كونتر لوسما كاين دي بريزيدون كي اللي راهم يقولوا لو اسما يفافوريزي راكم تشوفوا ان اربيتر كيما هذا نورمالمون ما عندوش حتى بلاصتو في الاربيتر. اي بورتون جلي سينيالي دو جور جاوني دي انفورماسيون عليه، جلي سينيالي او بريزيدون دو لا سيافا ا مسيو حموم et je le dis à haute voix, Hammoum ne fait pas son travail correctement. Il doit revoir ses désignations. Il y a quelque chose, je ne sais pas, un comportement vraiment contre l'USMA. Ils ont un complot, mais l'USMA ne fait pas ça. Bihom ou le bihom. Les supporters, في حقهم يدوموا le départ ou les عفو les عيطوا في حقهم. Mais nous, on doit agir comme des sages. Ce n'est pas du jour au lendemain de house l'entraîneur ou là. L'entraîneur a un engagement. D'ici le mercato, Inch'Allah, c'est à lui de voir son sort.